النقباء العرب الأجلاء، الزملاء الأمناء المساعدين، زملائي وأصدقائي أعضاء المكتب الدائم، تحية الحق والعروبة. اليوم وعندما أتحدث إليكم فإني أتحدث بصفتي أحد أبناء الإقليم الجنوبي في الجمهورية العربية المتحدة، وأعلن أمامكم أن الاعتداء على الإقليم الشمالي هو اعتداء على الإقليم الجنوبي وعلى الجمهورية العربية المتحدة. إن الشعب العربي السوري الصامت في هذه المحنة لا بد أن نتكاتف جميعا ونلتف حوله. إن الشعب العربي السوري الذي تحمل المزيد من الأذى وتحمل كل الألام وكل الأعمال، فيجب علينا أن نقدم له الشكر والاحترام والتقدير، ونشد على أيدي جنود البواسل في الجيش العربي السوري وعلى قيادته الحكيمة. إن ما يحدث في المنطقة العربية كما ذكر السيد النقيب الجليل، فإن صفقة القرن لم تكن فلسطين فقط، ولكنها تفتيت الأمة العربية إلى دويلات صغيرة يستطيعوا أن يسيطروا عليها. ومن هنا نعلن أننا سنكون صامدون ضد هذه الصفقة، وسنعلن بكل قوة أننا سنفشلها، وسأن فلسطين ستظل أبية، والقدس ستكون عاصمة أبدية إلى فلسطين. لا نقبل أن تكون شرقية أو غربية، وإنما فلسطين، كل فلسطين هي فلسطيننا، وكل القدس هي قدسنا. عاشت أمتنا العربية، وعشتم وعاش اتحاد المحامين العرب بيت للوطنية العربية. وشكرا، السلام عليكم.